أنا مارك غنيمي، عمري 28 سنة. كنت أشتغل بس بسبب سوء الأوضاع بلبنان مثل كل هالشباب صرنا بالبيت، فقررت طور حالي وخصوصا بعالم الجيمينج. قررت بلش كول أوف ديوتي. كنت عم بلعب أنا وأصحابي فور فن. أول شيء بلشت فور فن، وصاروا يقولوا لي إنه شافوا إنه الليفل تبعي عالي، صاروا يطلبوا مني إنه ليش ما ببلش ستريم لأنك قاعد بالبيت وما في شيء تعمله. Let's go! First game, first win. MTV eSports صح لي تصير معهم، شافوا الفيديوز تبعي، وثرو ايميل بعثت ايميل نرد علي واجا الابروفل نصير معهم، صرنا اوفيشلي معهم يعني. عالم الجيمينج شيء كثير بعقد، خصوصا هلا انا وستريمينج، يعني بتحس العالم الموجوده معك على ستريم، الشباب اللي حواليك عن جد صارت عائله وحده، وعائله كثير كبيره وعم تكبر يوم عن يوم. انا تقريبا بقعد حوالي 10 ساعات ايام اكثر على الجيمينج. لو وصلنا لمحل صرنا نفوت بتورنمنتس، نشترك بتورنمنتس، نربح تورنمنتس، وثلاث مرات ورا بعض طلعنا الاول. اي واحد كول اوف ديوتي وور زون هي فيها خريطه، هالخريطه بينزل فيها 150 شخص، فيك تلعبها يا سولو يا ديو يا تريوز يا كوادز. نحن المود اللي كنا عم نلعبه ديو فيرسس تريوز، يعني شخصين ضد ثلاث اشخاص. الهدف من هيدي اللعبه هو البقاء للاخير، ومين بضاين للاخر. بهذا التحدي اللي كان عالميا قدرنا نكسر الرقم القياسي فيه، فبداء واحد قدرنا نقضي على 90 شخص اللي هن 90 كل، ربحنا الماتش، وهيدا الشيء خلانا نكسر الرقم القياسي العالمي للديو تريوز بكول اوف ديوتي وورزون. نشر على ويب سايت ديكسيرتو اللي هو مخصص لارقام القياسيه بالعالم، انه الورد ريكورد للديو تريوز جيمز الرقم القياسي العالمي انكسر من قبل غنيمه جيمينج ومن قبل ذا مودز. صار لي عندي تركون 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 54 انكسر الورد ريكورد القديم بفرق 4 كلات، وكان الدامج عالي، وما بفتكر هيدا الرقم 54 كيلز ينجاب، هو هين ينجاب. صراحة كل حدا بده عباله يفوت على عالم الجيمينج، وأنا برأيي الشخصي هيدا العالم عم بيكبر كتير 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 عالميا. مثل ما أنا وصلت غير أكيد بيقدر يوصل، بس نحن هلأ عم نشتغل على إنه نقدر نفوت على فرق عالمية، نمضي مع حدا فريق كتير كبير مثل ما صار مع غير لبنانية بغير ألعاب، ونقدر نوصل ونحقق أحلامنا. الشكر كتير كبير للأم تي في والأم تي في إي سبورتس خصيصاً والشباب، ويعطيكم ألف عافية على الشغل اللي عم تعملوه، وإن شاء الله بالوقت القريب بنحقق قصص بعد أكبر وأحلى. وأنا الشكر كتير كتير كبير لعائلة الغنيمة، الغنيمة فاميلي بيسموها، على هالدعم اللي عم بيفرجونا إياه. وأنا صراحة بلاهن ما كنت وصلت لوين أنا اليوم، وإن شاء الله بالتوفيق لإلنا كلنا ولكل الشباب بلبنان الجيمرز، كل حدا عباله يحقق هذا الحلم ما حدا يوقف، وخليكن مصرين، وإن شاء الله كلنا منكبر سوا. ما تنسوا تضلكن عم تتابعوني على MTV eSports، أكيد على البيج تبعي اللي هي غنيمة جيمينج، فخلوكن حدنا وخلوكن موجودين حوالينا، لأنه حنكبر سوا أكيد، وحنوصل لمحلات بعد عالم.